نظرات بعماد. ايوه شوف انت هو شيء، انا سمعت كلامك قبل شوي وانا غالي يا عماد انت، ولا يضيق عين اخوك الدنيا، الدنيا بخير. بسك سؤال الحين، قول الحين عماد، سؤال صدق صدق صدق، سؤال سؤال يلا بجاوبك صدق صدق صدق. انا بصدق اكيد بدون فلتر، قلت لك بدون مزح بدون فلتر، بدون فلتر يلا بدون فلتر. شوف الحين هذا مكيف صح؟ لا ها والله صادق، وش تسمه والله ها؟ والله صادق، بس يصير صادق مو مكيف. هذا كيف يطلع برد اذا مكيف؟ صادق تعجبني يعني ميكروويف. حلو يعني تعجبني والله. لا اركض فيك، لا والله تصدق والله صادق، والله لا اركض فيك، تركض فيني اركض فيك والله. ما راح اركض فيك. طيب مكيف معلق فوق هذاك، شو تسمونه عشان معكم احنا شو نسميه؟ والله ها؟ والله صادق اللي معلق فوق بغر مكيف. ايش هو؟ اللي معلقينه فوق هذا صادق معلق. لا والله صادق والله. حزامي مركزي. لا زينه مركزي حلو. طيب مكيف اللي كذا ما بيقولك شو نسميه اللي بجدر الصق، شو تسمونه؟ نسميها طويل العمر، هو يسمونه ويندو في الانجليش يعني النافذه. بالله لكن انت نسميه كونديشن. حلو كونديشن كونديشن كونديشن. لا احنا مكيف شباك طويله، نسميه كونديشن. ولع الكونديشن يا ولد. والله حلوه كونديشن، تصدق احبه لازم أخذ. ان شاء الله بعدين اقول كونديشن، ما راح اقول لك كونديشن. طيب مع اني ما اعرف وش معنى كونديشن. ولا انا ما. بس انها تحس شيء حلو سامع عنهم يعني كذا يعني شبوا فتحوا الكونديشن. كونديشن الله كونديشن بالخير والعافيه. طيب الحين ابو عماد مثلا، لو انت ابو عمان هالحين شو تسوي بهاللحظه؟ بهريه؟ ايه البيت بالله.